وزير الخارجية الفرنسي يحل بتونس ويلتقي كلا من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. إلغاء إضراب التعليم الأساسي المقرر ليومي 15 و16 من ماي. عالميا الملف السوري يتصدر اللقاء الثنائي بين نتنياهو وبوتين. مشاهدي قناة حنا بعل، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. دعم العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا وبحث القضايا المشتركة كانت محور لقاء رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابوس الذي يؤدي زيارة إلى تونس. تباحثت مع الرئيس منصف المرزوقي الأوضاع الدولية والإقليمية والأوضاع المحلية، ونقلت له رسالة صداقة من الرئيس أولاند الذي سيزور تونس قريبا، وأكدت خاصة على أهم المحاور وهي الصداقة والثقة والتعاون والتضامن، فزيارتي هذه وزيارة أولاند المنتظرة ستكون تدعيما لهذه المسارات. وفي ذات السياق، استقبل رئيس الحكومة المؤقت علي العريض بقصر الحكومة بالقصبة بعد ظهر اليوم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابوس الذي يؤدي زيارة عمل وصداقة إلى تونس، تمهيدا للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، حيث شدد فابوس على أواصر التعاون بين البلدين، مشيرا إلى دعم فرنسا المطلق لإنجاح المسار الانتقالي في تونس. أقدم شكري الحار لرئيس الحكومة لحفاوة الاستقبال. بلغته تحيات الرئيس فرانسوا أولاند الذي سيقوم قريبا بزيارة إلى تونس، كما أبلغته عدة رسائل أبرزها رسالة الصداقة من فرنسا، وهي رسالة امتنان لما قام به الشعب التونسي القادح لثورات الربيع العربي. نحن الشريك الأول لتونس على عديد المستويات، فوجهة نظرنا متقاربة في مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، ونحن حريصون على دعم المسار الانتقالي في تونس. هي إذن رسالة مفعمة بالتعاون والصداقة، أردنا تبليغها لرئيس الحكومة والشعب التونسي كافة. أثار بيان وزارة الداخلية المتعلق بمنع انتصاب الخيامات الدعوية في الأماكن العمومية ردود فعل مختلفة وصلت حد المواجهات بين الجماعات ورجال الأمن. نهلة الحبشي، هيكل العربي. أصدرت مؤخرا وزارة الداخلية بيانا نبهت خلاله كل جمعية أو أشخاص أو حزب سياسي من القيام بأنشطة توعوية دون ترخيص مسبق ب72 ساعة قبل النشاط. وجاء هذا البيان على خلفية قيام بعض المجموعات ذات الخلفية الدينية بنصب خيمات دعوية في أماكن عمومية دون الحصول على تراخيص قانونية من السلطة المعنية، وهو ما أثار ردود فعل متباينة ورفض للقرار وصل حد المواجهات مع رجال الأمن في بعض المناطق على غرار ما جد في جهة سيد حسين السجومي مؤخراً. من جهتها، عبرت نقابة الأمن أن المسألة متعلقة أساساً بتطبيق القانون لأنه الضامن الوحيد للخروج من المأزق الحالي. اليوم المشكل هو مشكل تطبيق القانون كأمنيين، احنا اليوم لابد أن نطبق القانون، ثم جريمة القانون يعاقب عليها واحنا مش التزم بتطبيق، ومصرين على تطبيق القانون لأنه اليوم في تطبيق القانون هو المخرج الوحيد للبلاد من المأزق اللي فيه. اليوم لابد أن نكون على نفس المسافة من كل التوانسة على قدر المساواة، والقانون هو الفيصل بين المؤسسة الأمنية وكل من يخالف القانون. وأخيرا، يبقى الإشكال في التوفيق بين ممارسة حرية التعبير واحترام القانون المسير للبلاد دون تعصب وتطرف قد يؤدي بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم أن وحدات الحرس الوطني تمكنت يوم أمس من إلقاء القبض على أحد العناصر الفاعلة في تموين ودعم المجموعات الإرهابية المتمركزة بجبل الشعامبي من ولاية القسرين،
ونبهت الوزارة في بلاغها أن كل شخص يحاول مد يد المساعدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لهذه العناصر الإرهابية سوف يتعرض إلى التتبعات العدلية والقضائية. وأكدت الوزارة تواصل عملية محاصرة هذه المجموعة بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني. من جهة أخرى، قررت النقابة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم إلغاء الإضراب المقرر تنفيذه يومي 15 و16 من شهر مايو الجاري، وذلك إثر الاتفاق على تفعيل مشروع القانون الأساسي الممضي من الطرف النقابي وسلطة الإشراف. أنيسة الحجري، مروان بن حميدة. إثر لقائها مع سلطة الإشراف، قررت النقابة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم بالقصبة، قررت إلغاء الإضراب القطاعي المقرر تنفيذه يومي 15 و16 من شهر مايو الجاري، إثر الاتفاق على تفعيل مشروع القانون الأساسي الممضى بين الجانب النقابي وسلطة الإشراف. توصل إلى توقيع محضر اتفاق بين النقابة وبين الوزارة والنقابة، بموجبه وقع حل أغلب الإشكاليات العالقة بين الطرفين والتي ترجع جذورها إلى سنة 2011 و2012، تاريخ توقيع جملة من الاتفاقيات بقيت للأسف غير مفعلة. الجديد في هذه العملية التي من المفترض أن تنتهي، وهذا أتركه إلى زملائي وأصدقائي وأخوتي النقابيين فيما يتعلق بالإضراب أن يعلنوا هم عن هذه المسألة، ولكن الجديد بالنسبة إلينا هو أن التغيير في أسلوب التفاوض قد مكن من إيجاد حلول عملية كانت في السابق تبدو لمشاكل كانت في السابق تبدو مستعصية. أنا اليوم اللي وصلنا اليوم مثل شراكة حقيقية، وجسد بالفعل أنه كلما كانت النوايا صادقة، كلما كانت العلاقات شفافة، كلما كان الحوار مبنيا على المصداقية، إلا وأننا نتوصل إلى نتائج تجنبنا التجاذبات وتجنبنا الكثير والكثير من الإشكاليات. نظم اليوم الحزب الجمهوري ندوة صحفية قدم خلالها حصيلة توافقات الحوار الوطني في انتظار التوصل إلى حل باقي الاختلافات. نهلة الحبشي، هيكل العربي. قدم المتحدث باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي خلال مؤتمر صحفي حصيلة التوافقات بين الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، مشيرا إلى تحقيق خطوات هامة نحو الاتفاق لبناء الدستور. الحوار الوطني بعد جولات عديدة وبعد مخاض صعب وحوار معمق، اليوم نجم نقول اللي هو عمل خطوات كبيرة في اتجاه بناء توافق وطني حول الدستور. القضايا اللي تم التوافق حولها هي قضايا ذات أهمية وكانت تعطل كتابة الدستور، كانت محل خلاف، وتم التوافق حول نظام سياسي مختلط فعلا وتوسع فيه الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بصورة متوازنة تضمن لكل منهم مجال حيوي للتدخل ولتوجيه الدولة، لكن دون إضعاف أي منهم. ومن بين أهم المواضيع الخلافية التي لم يقع فيها الحسم بعد تلك المتعلقة بالملف الأمني والعنف وربطات حماية الثورة، حيث أشار الشابي إلى تمسك حركة النهضة بعدم حل هذه الرابطات. رابطات حماية الثورة هو يندرج ضمن ملف العنف والمناخ السياسي والأمني اللي مطروحه المحور الرابع من الحوار الوطني، واللي البارح إلى منتصف الليل والنصف لم نتمكن من التوافق حوله لطمأنة التونسيين بحل ما يسمى برابطات حماية الثورة، إلا أن حركة النهضة ترفض ذلك وتتمسك بأن يتم التعاطي مع هذا الملف حالة بحالة على اعتبار أن هذه الرابطات هي جمعيات مدنية. طالبنا بأن نبعثه برسائل قوية وتطمئن على أمنه وأمن بلاده، وإن لم يتم ذلك فالتعبئة والنضال يبقى مستمر حتى يستتب الأمن في البلاد. وللإشارة فأنه سيتم خلال اليومين المقبلين تقديم ورقة التوافقات إلى المجلس الوطني التأسيسي إلى جانب ورقة مقترحات للجنة الخبراء، وذلك لصياغة النسخة النهائية.
في بيان لها أدانت رئاسة الجمهورية بشدة الهجمات التي استهدفت مدخل مستشفى الجلاء ببنغازي شرق ليبيا، واصفة إياها بالإرهابية والشنيعة والجبانة، وأكدت موقف تونس الثابت في نبذ الإرهاب والتطرف بشتى أشكاله ودوافعه ومبرراته، مجددة تضامنها الكامل وتعاونها مع الشقيقة ليبيا. يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت أمس الاثنين أمام مدخل مستشفى الجلاء في مدينة بنغازي شرق ليبيا، مما أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح. يسجل إنتاج الحبوب لهذه السنة تراجعا بنسبة 35% مقارنة بالسنة الفارطة، وأكدت اللجنة الوطنية للحصاد خلال اجتماعها اليوم بإشراف وزير الفلاحة، أكدت على تضافر الجهود لتحسين ظروف التجميع والتخزين. شيراز النيلي، مجد القرقني. خلال إشرافه صباح اليوم على اجتماع اللجنة الوطنية للحصاد، أكد محمد بن سالم وزير الفلاحة على أن إنتاج الحبوب هذه السنة سيشهد انخفاضا مقارنة بالسنة الفارطة، إلى جانب اتخاذ الوزارة لإجراءات عملية لحسن سير موسم التجميع. احنا السنة للأسف أقل 35% من السنة الماضية. كما تعرفوا كان عندنا نقص حاد للأمطار خاصة في الوسط والجنوب، ولكن الحمد لله ربي لطف بنا في الشمال، كميات الأمطار كانت جيدة، وهذاك علاش يلزمنا نحرص أكثر باش نلم الصابة في أحسن الظروف، لأنه إذا صابة نقصت شوية يلزم على الأقل نكونوا حرصين على أنه ما نضيع منها شيء. أهم نقطة في الاستعدادات كما تعرفوا هي مراكز التجميع وجمع الصابة. دونك في الإطار هذايا معناها قمنا ببعض التحسينات بالمقارنة مع المواسم الفارطة. المراكز اللي ما توفرش فيها شروط الدنيا هذية اون برينسيب ماهيش باش تشتغل السنة. النقطة الهامة اللي كل عام زاد نستعدوا لها واللي هي مشكلة الحرائق اللي يلزم نتوقعوا منها. ومن أهم التوصيات والإجراءات التي خلصت إليها المصالح المعنية استعدادا للمواسم القادمة الخاصة بقطاع الحبوب، إعداد خطة وطنية للنهوض بجودة الحبوب والرفع في مستوى الإنتاج باستعمال مشاتل بذور جيدة وباستعمال التقنيات اللازمة. احنا قادرين بحول الله نحقق، واحنا عندنا برنامج في هذا على 3-4 سنوات 5 سنوات على أقصى تقدير، بحول الله قادرين نحقق الاكتفاء الذاتي إن شاء الله. يشار إلى أن اللجنة الوطنية للحصاد عازمة على وضع خطة أمنية لحماية مراكز التجميع والخزن للحد من ظاهرة تهريب الحبوب للبلدان المجاورة. أكدت وزارة التجهيز والبيئة صباح اليوم إثر اللقاء الإعلامي الدوري لرئاسة الحكومة، أكدت على جملة من البرامج والمشاريع في مجال المساهمة في النظافة والعناية بالبيئة. أنيسة الحجري، مروان بن حميدة. في إطار تدعيم المجهودات المبذولة من طرف البلديات والمساهمة في العناية بالنظافة بالمدن وتحسين الإطار الميداني للمواطن والمحافظة على الصحة العامة، أكدت وزارة التجهيز والبيئة على جملة من القرارات صباح اليوم خلال اللقاء الإعلامي الدوري لرئاسة الحكومة حول البرامج والمشاريع في مجال المساهمة في النظافة والعناية بالبيئة بالمدن التونسية. بالنسبة للموسم الصيفي هذه السنة، احنا فما تنسيق كبير قاعد يصير الآن مع البلديات ووزارة الداخلية وإدارة عامة الجماعات المحلية، فما تكامل كبير، فما اجتماعات تقع يعني أسبوعيا يعني للتنسيق. كما نعرف احنا دور البلديات هو رفع النفايات المنزلية المتواجدة، احنا تدخل بالنسبة لوزارة التجهيز والبيئة مش يكون عن طريق رفع خاصة نفايات الهدم والبناء. كما تعرفوا فما تراكم توا الان خاصه بعد الثوره نتاع نفايات الهدم والبناء، فما يعني كما نعرفوا فما ناس قاعده تبني بطريقه غير قانونيه، يعني فما تراكم كبير ياسر. فما برنامج كبير مش ينطلق ان شاء الله يعني في شهر ماي لرفع كل هذه النفايات. في نفس السياق، أكد مدير الهياكل والمحيط بوزارة الداخلية عن دور البلديات في العناية وصيانة المساحات الخضراء والمتنزهات الحضرية، إلى جانب ضرورة اقتراح التوجهات الكبرى في مجال النهوض بجودة الحياة، أهمها التصرف في النفايات ومقاومة الحشرات والعناية بالسبخ خاصة منها سبخة السيجومي. تكثيف الحملات، ما نقولش عن حملات، نقولوا تدخلات نتاع النظافة للقضاء على المصبات هذه العشوائية والقضاء على تراكم الفضلات وتنظيف الشوارع. وعد صريح، احنا نوعدوا ان ما ندخلوش حتى اي جهد،
كوزارة وكبلدية وكحتى بقية الأطراف اللي نتعاملوا معها باش نكونوا معناها في خدمة المواطن ونقوموا بواجبنا على قد ما نقدروا. قامت السفارة التونسية ببيروت بالتنسيق مع السلطات اللبنانية بتسهيل عودة 5 مواطنين تونسيين كانوا قيد الإيقاف في سوريا وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، فإن هذه المساعي تأتي في إطار تقديم يد المساعدة للتونسيين بسوريا الذين تقطعت بهم السبل، مشيرا إلى أن الهيئة الدبلوماسية التونسية ببيروت قد تكلفت بمصاريف تنقلهم من دمشق إلى بيروت وقامت بجهود واتصالات مكثفة مع الجهات اللبنانية المختصة للحصول على تأشيرات عبور لفائدتهم. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغها بأنه يمكن لأفراد الجالية التونسية بسوريا الاتصال بسفارة تونس ببيروت أو على قسم القنصلية، وللحصول على مزيد المعلومات على الرقم التالي 54 57 43 100961 54 57 43 100961. إلى الأخبار العالمية، حيث حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من أي عمل يسبب مزيدا من زعزعة الاستقرار في سوريا أكثر وأكثر، في ختام مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي نفذ بلاده ضربات جوية قرب دمشق مطلع الشهر الجاري. ريم زغدود بوعبيدي. قدر ملف صفقات الأسلحة الروسية المتطورة إلى النظام السوري جدول محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما اليوم بمنتجع سوتشي الروسي. وكان وزير الخارجية الأمريكي حذر سابقا من تزويد سوريا بهذه الصواريخ، معتبرا أن ذلك يشكل عاملا محتملا لزعزعة استقرار المنطقة، وذلك بعد محادثاته مع لافروف حول سوريا. ميدانيا، قالت لجان التنسيق المحلية أن كتائب المعارضة قتلت عددا من الشبيحة في اشتباكات على أطراف حي برزة في دمشق، في حين تسببت غارات شنتها مقاتلات النظام على المليحة والناشبية وبلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق في اندلاع حرائق بمنازل المدنيين. تصاعدت حدة التفجيرات في مدينة بنغازي الليبية شرارة الثورة خلال 72 ساعة الأخيرة، وكان آخرها انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مستشفى الجلاء أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين. ووقع الانفجار في ذروة موعد زيارة مرضى المستشفى، وتجمع المواطنون في عين المكان، وهو ما اعتبره خبراء أمنيون تصعيدا خطيرا في الملف الأمني الليبي. وشهدت بنغازي طيلة اليومين الماضيين عدة انفجارات استهدفت مقرات الأمن والشرطة ومعارض للسيارات. أشادت بعثة مراقب الاتحاد الأوروبي بالانتخابات التشريعية التي جرت في باكستان يوم السبت، معتبرة أنها خطوة إلى الأمام على طريق الديمقراطية، لكنها قالت إن تجاوزات شابتها في حين اختار زعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف الذي تصدر الانتخابات وزير ماليته ضمن جهود لتشكيل حكومة ائتلافية. فيما عدت البعثة الأوروبية التي نشرت 144 مراقبا أن إجراءات التصويت اتبعت في غالبية المكاتب التي زارتها، لكنها أشارت إلى أنها لم تزر إقليم بلوشستان المضطرب في جنوب غرب البلاد ولا المناطق القبلية في شمال غرب البلاد أبرز معاقل القاعدة وحلفائها من طالبان. بهذه الجولة العالمية نأتي إلى نهاية نشرتنا، وإليكم التذكير بالعناوين. وزير الخارجية الفرنسي يحل بتونس ويلتقي كلا من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. إلغاء إضراب التعليم الأساسي المقرر ليومي 15 و16 من ماي. عالميا، الملف السوري يتصدر اللقاء الثنائي بين نتنياهو وبوتين. فريق الأنباء يشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.